السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينه تاع مستغانم لنقف على الاشغال تاع اكبر مول في مدينه مستغانم، وهو من سلسله المولات اللي تنشئها مجمع ازاد. نشوف هنا الأشغال راهي مازال متواصلة، وإن شاء الله المولات هذه تعم كل المدن الكبرى في الجزائر، ولتحسين الخدمة يعني بصفة عامة. نخليكم تابعوا نهاية الفيديو. السلام عليكم.